السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتوما لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال؟ هي الزوينات يا ودي، كركو دايرين؟ بخير. توحشتوني والله، لقيتو سبغيوني صح. يا الغدارين. مهم تيخيت العيالات ديالي والرجال ديالي تاني كاين، لا يقول لك الدراري وكلشي الكبار والصغار والكبير هو الله سبحانه وتعالى، تاني كاين يبقى خاطركم. اشحال من وحده حبي قالت لك عندي الحساسيه قاتلاني يا العدا، والزوينه راه ديما تقول لك ادي للحساس دواء الحساسيه نتاع الربيع والخريف وكلشي، لان يعني درك في الخريف كتشد بزاف او في الربيع وكلشي. في الربيع تاني كي من تخرج له الازهار نتاع الاشجار كاين اللي كتشد منها. واحد جارتي اسبانيوليه شدتها الحساسيه من داك من الصنوبر، كانوا عندها صنوبر حتى قلعته عاد برات، كان من الصنوبر كان عندها في الدار تما، وقال لها الطبيب من هذاك الشيء وقلعتهم وراها اليوم مزيانه ارتحت، بصح عطيتها وصفات زيني. شحال من وحده قالت لك اخويا يا العدو يا حبي معذباني الحساسيه. الحساسيه حنايا خاصنا باش نعالجوها حنا عندنا الحبه السوداء، ها هي الحبه السوداء دايره بحال العسل. غادي اليوم نفهم لكم الناس كاين اللي ما عارفينش الحب السوداء هي هذه، والسانوج هو هنا. هذا السانوج داير بحال الحرمل وبحال بذور البصله، ولا الحب السوداء هي هذه. ها الحب السوداء دايره بحال العدس، عقلوا عليها. الحب السوداء هي هذه، انا غادي نصور لكم هاد الطبسيه هكا. والسانوج هو هذا، كاين اللي ما عارفاش مسكين، عارف بنات اليوم، وكاين تلك مساكن اللي عيالات اللي ما عارفينش، وكاين رجال اللي ما عارفين. السانوج هو هذا، الحب السوداء هي هذا، وهذا السانوج باش تعقلوا. حنا السانوج درك ما عندنا ما نديرو، ما حنا عندنا الحب السوداء، حنا شادنا الحساسيه داخليا وخارجيا. حنا غادي نجيبها ونطحنوها، انا هي ما تخطانيش، انا كنديرها هي والسانوج والقص الهندي، وغادي نزيدكم حوايج نوريكم كندير واحد الخلطه. حنا غادي نجيبو الحبة السوداء ونطحنوها، نطحنوها مزيان ونغربلوها. حنايا غادي نشدو معلقة في الصباح، اللي تاكل العسل ديرها مع العسل، واللي تاكل تشرب الحليب تشرب الحليب. الله يحسن العون، اللي فيه داء السكر ما كيشربوش لا ما ياكلوش السكر وما ياكلوش العسل، ما يشربوا السكر. حنايا غادي نجيبو الحبة السوداء، نجيبو 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا نكثرو، اللي عندها الحساسية تكثر وتطحنها. من غادي طحنها غادي حنايا نجيبو في الصباح معلقه ونديروها في العسل، نخلطوها مع العسل وناكلوها، ناكلو في الصباح وفي الظهر وفي الليل. بصح خاصنا نداوموها، هادي خاصكو داوموها، لان انا درتها لسبانيول وراها قالت لي لان عندي قناه واحده اخرى. تاني كاين حنايا عندنا اللي فيهم ساكن داء السكر، وكاين اللي ما يشربش ما فيه لا داء السكر ولا والو، وكاين ما يشربش السكر. حنايا غادي نجيبوها ونخلطوها مع الحليب او الماء، الحليب دافي حسن ولا الماء دافي حسن، ونشربها في الصباح وفي الظهر وفي الليل. واللي يخدم مسكين وما يقدرش يرجع للدار ياكلها غير في الصباح وفي الليل من يرجع. هذه ديال الحبه السوداء. حنايا عندنا البابونج، البابونج هو هذا، هذا هو البابونج، هو ازهار بريه كتخرج في الربيع. حنايا غادي نشدوه، حنا غادي نشدوه اولا ندير واحد شويه في الجمر ونبخرو به الجسد ديالنا كامل، ونبخرو حتى النيف ديالنا اللي كان مبوسي. وتاني كين غادي نجيبو حنايا غير نص معلقه ونفيضوه في واحد الكاس ديال الماء في الكاسرونه، نديروه في الكاسرونه ونطيبوه 10 دقائق ونشربوه في الصباح وفي الظهر وفي الليل. معليش لا كنتي على الفراغ يعني كاليه ولا ما كاليهش، الدنيا هاني. ونصفيوه ونشربوه. ديما كي نطيبو ديك 10 دقائق ولا 15 دقيقة نخليوه يبرد، ونخليوه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش تطلق الأعشاب. من تطلق الأعشاب عاد نصفيوه ونشربوه باش نستنفعو بكسنيته. تاني كاين حنايا، ها حيد علينا البابونج، كاين تاني كاين حنايا عندنا النعناع. علاش قلت لكم عندي النعناع دروك؟ علاش راني دايرها هكا؟ كنت زارعو في الأرض، كنت زرعو بزاف خرج ويجيو موراه الدجاجات وكلاوه كامل،
وجد وقلعوه حتى كنت معنا كنت دايره غير في كسميتها داير داك التراب الرطب وجبدوه حتى من الجدر وكلاه. راني عاد شريت باغي نغرسه راني مجدوه هادو حتى للربع ونغرسه. وثاني كنت قادره تشدو غير عرش من هذا هذا وديروه في كاس ديال الماء كاين اللي ما تعرفش خسرت ديروه في واحد نص كاس ديال الماء وتخليه وغادي يخرجوا له الجذور من لهنا غير سيمانه ولا يخرج له الجذور وتغرسه. وكاين اللي تغرسها غير في التراب هكا بصح الا غرسته في التراب تقلعوا له كامل هاد الاوراق نوريكم وتخليه غير العمود هكا شتو غير العمود هكا وتغرسه في الارض دغيا يخرج من لهنا في الربع. حنايا تاني كاين عندنا الحساسيه وشي مره النيف ديالنا كيكون مبلع كيسرحوا النعناع. غادي نشدوا حنايا واحد السبعه ديال العراش ديال النعناع ولا ثمانيه ولا نغسلهم مزيان من التراب حاشاكم الرتايل وكلشي ونجيبوهم نديرو في واحد الكاسرونه ديال الماء ما خصناش نديرو معاه الشاي نديرو غير النعناع بوحده هو راه زوين بزاف. انا البنت ديالي ما عمرها شربت اتاي ولا القهوه ملي زادت لان هنا ولاد اوروبا اسبانيول ولا الفرنساويين ولا كلشي ما كيعطيش لولادهم يشربوا اتاي ولا القهوه اللي حتى يديروا 15 سنه ولا 16 سنه لان كتمشي له الذاكره وكي يعصبه كلش. انا البنت ديالي كتشرب الشاي غير بهذا ما عمرها شربت قهوه ولا الشاي من نهار زادت كتشرب غير النعناع بوحدها. نجيبو حنايا الكاسرونه ندير واحد الكاس ديال الماء نشد واحد السبعه ديال العراش ديال النعناع نكون غاسلينهم مزيان ونديروه هنا ونطيبوه 15 دقيقه على نار هاديه ونصفيوه ونشربوه ثاني كان في الصباح في الظهر وفي الليل وفي ما ارتاح الا بغيت تشرب تاسته ديال المرات في النهار شربوا راه زينين. ثاني كي نجيبوا النعناع ثاني كاين يابس نجيبوا النعناع يابس ثاني كي وندير واحد المجمر ونبخروا به شي مره النيف ديالنا كيكون مغلوق. هذه راه دقه بطله كنديرها للجده ديالي. حنايا دروك ثاني كاين عندنا قشور الحامض هما هادو والزنجبيل حنا غنديروه بجوج ونديروه هنايا غنديرو غير شوي شوي ونديروه هنايا غادي نديرو شي سته ديال الورقات والزنجبيل ثاني كنديرو شي سته ديال الاطراف ونديرو عليه كاس الماء ونطيبوه ونبقاو نشربوه في الصباح وفي الظهر وفي الليل تشربوه حتى سته ديال الاوقات زينين. كاين شي مره انتوما كديرو الشاي ياك هادو راه زينين مجربين انتوما ديما كديرو الشاي كديرو مي كديرو الشاي كديرو غير الشاي بوحدو والنعناع يعني ما في كل مرض لا حتى شي حاجه يعني كدير شي مره هذاك الشاي كيسميته غير بوحدو كيدير العصب تانيك. انتوما باش ما يقضيش عليكم العصب الشاي بوحدو غادي تشدو واحد الرضاخات نتاع الزنجبيل وغادي ديروه تما في الشاي وتزيدو عليهم وحده ديال الليم ولا جوج ديال الليم. جربوا هذه وادعيو معايا ما ديروا الشاي غير بوحده خاصكم تقلوا الشاي في البراد ديروا جوج ديال الليمات خضر ولا يابسين وثاني كاين الزنجبيل هكا تقطعوا هاد الخمسه ديال الطروفه ديروه في الشاي بصح قلوا الشاي وطبخوهم وردوا عليه راه زوين للذات بزاف. وكاين ثاني كاين اللي يطحنهم وثاني كاين يخلطهم مع الشاي راه زوينين بزاف وكاين اللي يطحنهم ثاني كاين يخلطهم مع القهوه. هنا اسبانيول كلشي يخلطوا كلشي الحوايج كيجيبوا الشاي مغربي أو لا من كل الدول وكيخلطوه بحوايج عنده. كنبغيكم وكنموت عليكم ويا ربي يشافي جميع المسلمين والمسلمات. نعاود لكم ثاني كاين ها الحب السوداء شدوها عقلوا عليها السانوج هو هذا ها السانوج داير بحال بودر البصل. غادي نكتب لكم فوق الأسماء ديالها باش تعقلوا السانوج وكيسميتها والبابونج ويا ربي يشافي جميع المسلمين والمسلمات. وهي الحب السوداء نطحنا اه نسيت لكم حاجه وحده ثاني عندنا الصبار غير بوحده الصبار غير بوحده نطيبه بصح ثاني كاين الصبار مع الخل كيضعف. غادي نجيبوا الصبار هو هذا ثاني كنقطعوا غير طرف ولا ونطيبوه ثاني كاين غير 10 دقائق هو نطيبوه على نار هاديه ونصفيوه ونشربوه على الاخوان. وادعي لي حبيبي السلام عليكم والله يشافي جميع المسلمين والمسلمات. كاين اللي ما تعرفش السانوج هو هذا السانوج ها هو رقيق وداير بحال بودر البصله كيشبه لها ولا بودر الحرمان. وهذه هي الحب السوداء دايره بحال العدسه ها هي شتوها هي هذه الحب السوداء ما يقولها لكوش غد المراه. هنا عندنا البابوش هنا عندنا الصبار الويرة هي هذه هنايا عندنا قشور الحامض يعني الليم
وهنا عندنا الزنجبيل وهنا عندنا النعناع. ها يابس والله خطر كينفع. انا كان يبسو في الشتاء. تبارك الله عليكم والله شافي جميع المسلمين والمسلمين.